اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بقى النهاردة هنعمل مع بعض العاشورة. كل سنة وانتم طيبين. هنا معانا كوبايتين من القمح، هنقحهم كده لمدة 4 ساعات، بعد كده هولع عليهم على البوتاجاز وهسيبها كده اهي لغاية ما تاخد غلوة، وبعد كده هطفي عليها. هي كده خلاص اهي، ده غليتها وطفيت عليها وسبتها شوية ورجعت ولعت عليها تاني ونزلت عليها باللبن وهقلبها حتى لو فيها شوية مية عادي، شوية مية يعني من اللي كانت بتغلي فيها، وهحط عليهم كوبايتين سكر والسكر حسب الرغبة. هقلبها بقى كده كويس. هنا بقى هديها ضربة كده بالهاند بلندر، بس مش جامد يعني، ضربة كده خفيفة. هنا بقى كوباية لبن، هنزل عليهم كده 3 4 معالق نشا، معالق صغيرة، وهدوبهم كويس وهنزل بيهم بقى في قلب الحلة. انا هنا بقى نقلتها في حلة عشان اللبن غلي ودلقت مني، نقلتها في حلة تانية. هقلب بقى كده شوية، وحطيت بقى انا هنا كده كوباية اللبن بالنشا. هي كده خلاص جهزت معانا. نسيت بس احط لها رشة فانيليا، حطيت لها رشة كده على طول. وهنا بقى البولات معايا وهنغرفها، وطبعا لما تبرد هنحطها في التلاجة، هتقعد 2 ساعة كده بالكتير قوي وهتكون جاهزة معانا. انا هنا بقى بحط لها كده من على الوش رشة زبيب، طبعا حسب الرغبة. في احنا عندنا بيحبوا الزبيب وفي بيحبها سادة، فانا مش هحط على كل الزبيب. هي هنا كده اهي قعدت 2 ساعة في التلاجة، وبجد جميلة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفة. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتعملوا لايك. سلام.